نواف العقيدي، ذكرت بأن فريق الاتحاد لا يعيش أياما ذهبية. بنزيما وعلى طارئ عبد الرزاق حمدل، النصر يريد أن يسجل. الكرة العرضية تلسكا راسية، كريستو شاهد فيها الإثارة. هناك معلومة، أول ثمن مواجهات جمعت بين الفرس الملعب عن طريق أوتافيو بيرسل كرة، وصلت بعد ذلك إلى سد صدر. يا للبطل الذي تراجع كثيرا، الكرة تصل إلى كريستيانو في وثانيها أقل خسارة وثاني أقوى هجوم. بيرسل كرة، يريد النصر أن يفرض أسلوبه. كريستيانو هدف أول، لكن هناك أمام كريستيانو كريم يحاول. المشاهدين الفريقين ليسوا على المستوى الدفاعي بشكل، تعادلوا في وقت مبكر. الكرة بترجع بورد لكن مقطوعة. شوفونا الخطأ يأتي عفقها الكثير حقيقة، بالتأكيد من الشد، من التوتر، من الأعصاب أيضا، من المناوشة. لابورت وإخراج الكرة بطريقة النصر بشاو عبد الرزاق، صارت بعد ذلك إلى تلس، تعود بعد ذلك من جديد إلى تلس. يا سلام على المرور، تلس يتقدم، تلس تغيير الاتجاه إلى تلس كاست اللي ينتهي بصدارة للهلال، وإلى استحواذ بالكرة أليكس تلس بيرسل كرة لو عدى تلس كاب عدى صواب أبو القنابل أبو الباب. شوف المرور من يسار أليكس إلى يسار تلسكا والإنهاء بيمنى. هدف ثاني والصناعة، أو أليكس تلس والصناعة. تلس في الجهة اليسرى يحاول مع كانتي، محاولة حظا حافظ عدى. الله الله يا تلس لمصلحة فريق النصر. كرة عرضية لكن روما عبد الرزاق في العودة في التمويل عبد الرزاق، ولكن تلس كانتي يبحث عن العرضية. تلس هدف روزو بجانبه، التبريرة فوفانا وصراع الأصفر والذهبي، صراع يعتمد بأسلوب كاسترو دائما على هذه الصن. كان في الشوط الأول للاتحاد فرص خطيرة جدا كان يمكن لها أن تغيير الاتجاه. تلس يفكر في التسديد، نعم حال. الكرة بترجع من جديد، فيها تمريرة في المساحة، ساديو يطلب الكرة، بيلعب لكرة، تعود الكرة بعد ذلك من جديد في نص الملعب إلى تلس. تلس ممكن الكرة العرضية، رأسية لا تأتي، بيلعب لكرة في الجهة اليسرى، تعود الكرة إلى تلس. نقل الكرة بعد ذلك إلى تلس، والكرة تعود مرة أخرى إلى بروزو في الجهة اليسرى. تلس والعرضية رأسية. الكرينيو بعد إصابة أيضا حدثت بالتأكيد. روزو في الجهة اليسرى، ساديو ماني شايف الآن بخطة كشف التسلل، يلعب دفاع يخرج في هذا التوقيت. تغييرات بالنسبة للمدرب كاسترو.